هذه عادي ما بجينا قطاعه. قطعها، وبعدين انت واجب عليك انك تزور ارحامك، تزور اهلك، تزور ربعك، تزور شيوخك، ان الناس ارحمني نروح نسلم فيهم. اما انت والله انا خلاص مكتفيت وعندي راتب وعندي حرمه، ولا بزور اهلي ولا بزور اقاربي ولا بزور حكام ولا بزور اي شيء. معناته ما شاء الله الحين عن دول قبل كانت واقفه، اليوم ما ماشي دمار تمت. شو السبب؟ لأن الإيمان قل، التواصل قل، الحقد زاد. لما تزيد هالأشياء يعني يصبح المجتمع متفكك. علماً علماً إنه أنتم في قديم الزمان قبل الاتحاد كانت عندكم لا طرقات، لا شوارع، ولا يعني حي ماشي بنية تحتية، مع ذلك كنتم مترابطين، كل واحد يزور الثاني، كل جار يشل الثاني. لكن الحين مع وجود السيارات، وجود الإمكانيات، وجود البنية التحتية، انقطع الناس عن بعض. شوفي كيف، نحن ذيك المرة مساكنين بروس ليبال، اللي مثلاً نحن ذيك المرة يقول والله فلان طرش، راح راس الخيمة، راح دبة، راح الفجيرة، مشي يصك لي مشي يوم كامل، جايب لي مثلا حلا سمك، جاب سمكة واحدة وصل البيت قطعها. كم بيت موجود بهالديرة؟ كل واحد قص له قطعة وطرش له البيت. من بيسوي كذا؟ السمكة الواحدة وزعها للديرة كامل. هذاك بعد لما يروح يسوي نفس الأسلوب. لكن في عزة نفس، في الناس يعني الحقيقة تتعاطف على بعضها، وإذا واحد مرض الناس ما تفوز عنه، دائما تكون قريبة. إذا واحد بعد الحقيقة يعني فقير ما يقدر يعيش نفسه، لأن الناس عايشة ذيك المرة نحن عايشين على زراعة القمح، عايشين على الحلال الغنم، فهذه اللي الناس معتمدتنا. لما يكمل الشهر ما عندك شيء تروح تبيع لك، تبيع لك تيس واحد كفاك الحمد لله شهر. الوعوب والمزارع ما انا كلها حب. الناس نحن مثلا اليوم بنقول هذه شهر 9، الناس تستعد لفترة الشتاء عشان تزرع المزارع هذه. الولد يشارك، الأم الأبو كنا نحصد ونجهز لين عشان المنتوج والحصاد يطلع نقدر نحصل منها، وتعمر السماد، التنظيف، ما أدري، ما تخلي شيء حتى تحصل، بدل ما تحصل لك حوالي 20 من تحصل لك 50 من. لكن الحين أبدا الحمد لله توفرت الرواتب والناس نسيت كل شيء، حتى صلاة ما يصلونها. فالحمد لله نسأل الله العفو والعافية، إن الناس نقول ترجع شوية وتعطي وقت يعني وقت فصل الناس ولا الزيارة ولا التواصل، وهذه واجب علينا أصلاً. نحن تعلمناه من أهلنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا اللي تفرض علينا كذي. نعم والله الله يهدي الجيل هذا، ونحن نتمنى بس انهم يتمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم وما ينجرفوا وراء تيار الانفتاح. الانفتاح أحد منهم يقول والله هذين كانوا شواب وبدام ومتخلفين، ما يعبوا جهلة بالعكس ومتخلفين وما ألف تهمي. طيب أنت الحين إذا ما هالشيب وهالمتخلف بتكون موجود؟ ما بتكون موجود أصلاً، هو اللي رباك. وديك المرة أنت الحين الأكل توصل البيت مرتاح ومكيف كل شيء، أبوك كان يوصل الأكل بالموت، شال إنه فوق الراس ويقطع عليه الحر ولا نعال لا شيء. الحمد لله حتى ديك المرة الحين وقت الصيف لابس نعال انقصت عليك بالطريق، كيف بتمشي؟ الحين الشباب اللي طالعين والله حتى خطوتين ما يخط. لكن الحمد لله بعدهم نحن نقول فيهم الخير، والدولة بعد الحمد لله معتمد عليهم وقاموا بواجباتهم لله. أنا بقول لك بعد بالواجب اللي طلبته منهم الدولة سواء داخل الإمارات أو خارج الإمارات، فالحمد لله سمعت الناس. بالعكس هو شبابنا فيهم الخير والبركة، لكن المشكلة أن في فئة من الشباب ينجرفون وراء ما يرونه من الغرب، وبعدين مثل ما ذكرت أنت يعطيك العافية في البداية أن البعض ينجرف وراء ثقافة الغرب ويترك ثقافة